once it enters the scalp, it's joined by the cranial root. يتحد هو والكرينيال root في عصب واحد. بعد كده الـ spinal separate والكرينيال كمل سكته بطريقة هنشوفها شوية. يعني الـ two roots unite in jugular foramen. اللي طلع من foramen magnum وهو بيقرب من jugular foramen هيكون اللي جاي من الجبهة المنكتة ماشي جنبه، هيلزقوا في بعض ويتلفوا عليهم غلاف واحد. They are surrounded by single sheath. انما هما في الحقيقه عصبين مالهمش دعوه ببعض. السباينال روت حاجه والكرينيال روت حاجه، مجرد انهم بيجوا جنب بعض بس جوه الجمجمه عند الجاجولار فورامين بيتلف عليهم غلاف واحد ويتفك تاني اول ما الجاجولار فورامين بتخلص. ليه الله اعلم؟ محدش فاهم لحد النهارده ايه اللي بيدخل السباينال جوه الجمجمه ويخرج تاني. يعني هو كده كده هيخرج للنك وهو كان في النك. فليه دخل الجمجمه ورجع للنك تاني؟ ولما حللوا الالياف طلع ان السباينال والكرينيال مفيش حاجه منهم بتختلط ببعضها، هما الاثنين بيمشوا جنب بعض شويه ويسيبوا بعض تاني. يعني ايه الحكمه؟ الله اعلم، محدش فاهم. شوفوا بالصوره ديت. طبعا ده مكان فورم المجنم صح؟ تبقى دي ايه يا شباب اللي جنبها عامله زي ميكي ماوس ديت؟ جاجولار فورم. دي نيوكليس امبيجوس اهي، نيوكليس امبيجوس اللي هيطلع منها الكرينيال روت. انما ايه اللي طالع ده بقى؟ السباينال روت. هو طالع من اقرب فايبر final core. The two nerves unite at the jugular foramen. الناس ملاحظه ان ده لوحده وده لوحده. يتحد في النقطه دي بس واول ما يسيب الجاجولار فورامين يسيباريت اجين. The two roots unite in jugular foramen then they separate just below the foramen. بيتحدوا مسافه 2 مللي بس. بعدها يسيبوا بعض تاني. طب ايه مصيرهم بعد ما يسيبوا بعض؟ spinal root يتجه الى posterior triangle of the neck. sternum mastoid trapezius يبقى ده posterior triangle of the neck. طب الكرينيال عدى عليكم في المره اللي فاتت عصب ليه سوبيريور جانجلي وانفيريور جانجلي اسمه فيجاس نيرف. كرينيال روت جوينتس انفيريور جانجلي وفيجاس نيرف. يعني سبب تخانه الانفيريور جانجلي اللي شفتوها دي اللي كان طولها 2 سم دخول الكرينيال اكسسوري في الفيجاس. يعني الجانجليون مش حقيقي، الجانجليون ثيكني بدخول الكرينيال روت اوف اكسسوري نيرف. يعني لما الكرينيال روت اوف اكسسوري نيرف جوين ذا فيجاس فورمز انفيريور جانجليون. العصبي ماسكين شويه لانه اعصابين شابكين في بعض فيشوفوها جانجليون وهي مش جانجليون. عشان كده بقى اللي يفتكر المحاضره اللي فاتت الفارنجيال والسوبيريور لارنجيال والكاروتيد هيطلعوا من دي لانهم كلهم طالعين من الانفيريور جانجليون وكلهم كرينيال اكسسوري. كل الفارنجيال واللارنجيال اللي في الفيجاس كرينيال اكسسوري من الانفيريور جانجليون. خلاص؟ يبقى تعرفوا بس حقيقي ان التو روتس يتحدوا في الجاجولا فورامي زي سيباريت جاست بيلو ذا فورامي. ويبقى ايه مصير الكرينيا روت بعد كده؟ انه يجوين انفيريور جانجليون اوف فيجاس نيرف. نكمل بقى طريق السباينال اكسسوري. انا جايب الصوره دي لنفس الهدف يا شباب، شايفين؟ اللي انتم شايفينها فوق ديت دي نيوكليس امبيجوس ودول الانفيريور روم سيلز بتوع الابر فايف سباينال سيجمنتس. دول هيعملوا السباينال روت وده الكرينيال روت وده الفيجس. في جاجولار فورم سباينال اس كرينيال اند سباينال روت يونايت جاست بيلو جاجولار فورم يسيباريت اجين والكرينيال يجوين فيجس نيرف. الكرينيال روت في اكسسوري جوينز فيجس نيرف. ومن هنا جت كلمه اكسسوري يعني طوروه اضافه للفيجس نيرف. اديشنال فايبرز تو فيجس نيرف اكسسوري. شوف بقى الكورس بتاعه بعد ما ننفصل من الجاجولار فورامين هيكتب في العضله اللي اسمها ستيرنو ماستويد ماسل. في كلام قبل كده هوريكم في صوره ثانيه، خلينا في الجزء ده. هو بيدخل ستيرنو ماستويد في انهي بارت؟ جنكشن اوف ابر سيرف اند ميدل سيرف. يعني العصب بعد ما بيوصل للنك بيقابلوا التلت الاول والتلت الثاني من ستيرنو ماستويد بيدخل في الانتيريور بوردر اوف ستيرنو ماستويد بين تلت وتلت. بتوين ابر سيرف اند ميدل سيرف. وبعد كده يمشي جوه العضله شويه ولما يظهر يظهر من البوستيريور بوردر. بوستيريور بوردر اتيت ميدل في منتصف البوستيريور بوردر. يعني لو هتاخدها من قدام نرجع للصوره الثانيه لما بيسيب الجمجمه يدخل في الجنكشن ابر سيرف اند ميدل سيرف. بيمشي جوه العضله ويخرج ات ميدل اوف بوستيريور بوردر ستيرنو ماستويد ماسل. الجمله اللي جايه مهمه خالص. هو دلوقتي هيكروس البوستيريور تراينجل صح؟ في اتجاه داونورد باكورد داونورد اند باكورد موازي للعضله ال اللي في الفلور. اتفقنا لما شرحنا في السيرترو انجل الفلور معمول باس ال اس اللي هم كانوا ايه بقى؟
سكابيتس ليفيتور سكابري سكارينس ميجر بارالل تو ليفيتور سكابري بارالل تو ليفيتور سكابري موازي ليفيتور سكابري. بس في جمله تتحسب عليها لو انتهى هو دلوقتي امبيدد ويذن ذا فاشيال روف اوف بوستيريور تراينج ماشي جوه الانفستنج فاشيال اللي في سقف البوستيريور تراينجل العصب سوبرفيشيال. لما نسالك ذا موست سوبرفيشيال كونتنت اوف ذا بوستيريور تراينجل از ذا موست سوبرفيشيال كونتنت اوف ذا بوستيريور تراينجل از سباينال اكسسوري ويذين ذا روف ماشي جوه سقف المثلث ويذين ذا روف. الجمله دي مهمه محدش ينساها. طب في النهايه يدخل الانتيريور بوردر اوف ترابيزيوس 5 سنتيمتر ابار ذا كلابيكال وينتهي على كده. يعني احنا في المثلث نشوفه منين لفين؟ البوستيريور تراينج نشوفه من الميدل اوف بوستيريور بوردر اوف ستيرنو ماستويد الى انتيريور بوردر اوف ترابيزيوس 5 سنتيمتر ابار كلابيكال. طب وفي الطريق موازي لمين؟ طول الطريق موازي لليفيتور سكابيلي بارلل تو ليفيتور سكابيلي ماسك. في جزئيه بقى في اهي دي اللي عايزكم تفتكروها كويس بقى. هو الاصفر ده يا شباب ده السباينال اكسسوري نيرف. اول ما بيسيب الجمجمه بيدخل الكاروتيد شيكس. وانس ات ليف ذا سكاب ات انتر كاروتيد شيكس غصب عنه. ليه لازم يدخل الكاروتيد شيكس؟ لانه خارج من الجاجولار فورامين اللي فيها الانترنال جاجولار فين. يبقى لازم يدخل الكاروتيد شيكس. ساعتها هيبقى بين ايه وايه؟ انترنال جاجولار فين والاحمر ده انترنال كاروتيد ارتي بين الاثنين. على فكره الجمله دي بتتقال في اللاست فور كرينيال نيرفز. All the last four cranial nerves once they leave the skull they descend between the internal jugular vein and the internal carotid artery. الاربعه كده وبيتقال فيهم الجمله اللي جايه deep to styloid apparatus. كلهم كده last four cranial nerves deep to styloid apparatus. طب وبعدها اللي انتوا شايفينها اللي انا قاطعها دي حد عارف ايه دي اللي اتقطعت دي؟ اذا كانت دي sternomastoid دي تبقى ديت posterior medial of دايجستري. هو دلوقتي دي تو بوستيريور ميدي اوف دايجستري بينها وبين الوريد اللي اسمه انترنال لاجوار فين. يعني اول ما بيسيب الجمجمه بينزل عدل بين الانترنال والانترنال انترنال لاجوار فين وانترنال كروت الارض. بعد كده بيشيفت باكورد فلازم يعدي على الوريد وهو راجع لورا. يعني في بدايه طريقه بيبقى بين الاحمر والازرق. بقيه طريقه هيعدي على الازرق تحت البوستيريور ميدي اوف دايجستري. وبرضه تفتكروا كده لما شرحت البوستيريور ميديو اوف دايجستريك ايه اللي ديب ليه كان تحت منه اخر ثلاثه كرينيال نيرفز 10 11 12. فيبقى الاكسسوري ون اوف ذا ديب ريليشنز البوستيريور ميديو اوف دايجستريك. بعد كده كمل الطريق اللي انت شفته في الصوره اللي فاتت وقول لي بيدخل ستيرن ماستويد اتشنشن اوف ابر ستيرن ميدل سيرف وكمل الطريق عادي. كرينيال مفيهوش كلام كرينيال هتقول بس بيطلع منه نيوكليس امبيجوس بميدالا او لونجاتا وهو خارج من الجاجولار فورامين ايت جوينتس انفيريور جانجليون اوف فيجاس نير اند بيكامز ديستريبيوتد ديزيزز فارينجيال اند لارينجيال برانشز. خلاص ديستريبيوشن اوف اكسسوري نيرف بيسبلاي ايه الاكسسوري نيرف؟ سباينال روت سبلايز تو ماسلز. مين العضلتين اللي هتلاقيها من السباينال روت؟ ستيرنو ماستويد ترابيزيس. فاكرين السنه اللي فاتت؟ The only muscle of upper limb not supplied from the brachial plexus is trapezius muscle and original muscle of the neck. حصل لها migration للأبر limb. إنما هي في الأصل عضلة رقبة مجالا من السباينال اكسسوري نيرف. إنما الكرينيال روت بيسبلاي إيه من امبارح؟ All muscles of larynx. All muscles of pharynx except. All muscles of soft palate except. كل المسلس اوف ذا فارنكس الا ستايلو فارنجيس ماسك جلوسو فارنجيال نيرف. وكل المسلس اوف سوفت بلد اكسبت تنسر بلاتاي نيرف تو ميديال تريجويد بتاع الانتيجولار نيرف. تمام؟ طبعا ده سهل وما فيهوش مشاكل. دي الكورس الثاني اهو يا شباب لما بيخرج من الجمجمه بين انترنال جاجولار فين وانترنال كاروتيد ارتري. بعد كده بيدخل جنكشن ابر سيرد وميدل سيرد اوف ستيرنو ماستويد البوستيريور ترانجل بارالل تو ليفيتور سكابري في الفاشيال روب. بعد كده يدخل انتيريور بوردر اوف ترابيزيوس 5 سنتيمتر ابار كده. تمام اللي عايزه طبعا لاست كرينيال نيرف هايبوكروسال نيرف ويلفس كرينيال نيرف بيور موتور نيرف
حاجه اسمها هايدروسيل ترايجون. خدتوا فلور فورس فنتريكل؟ فلور فورس فنتريكل كونتاين بارت ميدالاري بارت. الميدالاري بارت كلوز للميدلاين هايدروسيل ترايجون بتاع هايدروسيل نيوكليس. خلاص يبقى دي اوريجين هايدروسيل نيوكليس في الميدالا اوبلونجات. الكورس بتاعه بقى البدايه هي ايه؟ بس فاضل بس يسيب الجمجمه من انهي فورامين؟ جروسو فارينجي فيجاس اكسسوري جاكولار فورامين. هايبرو كلوسال نير لاست كرينيال نير لاست فورامين ان ذا سكاب. مين اخر فورامين في الجمجمه؟ طبعا قبل جاكولار وجاكولار فيه يا سلام. انا لاست فورامين ان ذا سكاب هايبرو كلوسال فورامين او انتيريور كوندايلر فورامين. كلكم شفتوا فورامين ماجنا سراوندد اون ايتش سايد باي كوندايل اسمه اوكسيبيتال كوندايل. كوندايل الراس بتاع الاوكسيبيتال بول. في فورامين من قدام عند كل الناس وساعات في فورامين من ورا عند بعض الناس. اللي قدام اسمها انتيريور كوندايل فورامين او هايبروسال كانال. هي اتسمت باسمه لان هو بيخرج من الهايبروسال كانال انتيريور كوندايل فورامين. طيب اول ما هيخرج من الجمجمه اوائل شايفين ده؟ قول الكلمتين اللي بتقولهم على جلوس فارينجيال وفيجاس واكسسوري كلهم بيتقال فيهم كده فيرست ستيتمنت اول جمله بتوين انترنال كارود ارتري وانترنال جاكولار فين انسايد ذا كارود تشيز ديب تو ستايلويد افاريتس كلهم بيتقال فيهم نفس الكلام كلهم 9 على 11 12 كلهم وين ذي ليف ذا سكار ذي ديسنت بتوين انترنال جاكولار فين انترنال كارود ارتري ديب تو ستايلويد بروسيس اند اتس ماسل ستايلويد افاريتس. بعد كده نسيب الشيس اذا كنا مش فيجاس only the vagus continue in the carotid sheath انما 9 11 12 ليف في carotid sheath كل واحد ليه سكه 9 و 12 بيتجهوا للنساء 11 بيتجه للبوثيرو ترانجل 10 بيتجه للستوركس فاللي هيمشي باك وورد اكسسوري اللي هيمشي فور وورد جلوسو فارينجيال هايبو جلوسو سنن. بصوا بقى يا ولاد اللي انا قاطعها دي مين؟ بوستيريو فيري اوف دايجاستريك. هو اول ما هيظهر من تحت الدايجستري هيدخل انهي مثلث؟ كاروتيد ترانجل اللي في التو كاروتيد ارتس 3 كاروتيد ارتس يبقى ديب تو بوستيريو فيري اوف دايجستريك انتر كاروتيد ترانجل وهناك يكير فورورد ويقعد ثلاث شرايين عم فاكرهم؟ ها انترنال كاروتيد ارتس انترنال كاروتيد ارتس لو اوف لينجوال ارتري يعني ان ذا كاروتيد تراينجل هايبروسال نيرف كير فورورد كروسنج 3 ارتريس التو كاروتيدز اكسترنال كاروتيد والانترنال كاروتيد وفرع من الاكسترنال كاروتيد رايح للسان لوب اوف لينجوال ارتري. دي جمله مهمه في الهايبروسال نيرف. بعد كده انتوا عارفين بقيه الطريق ها هيتسابير دي تو انترميديت تندون اوف دايجستيك تتم تحت الانترميديت تندون وتحت الستايلو هايوي يبقى ده كان انهي مثلث؟ دايجستريك تراينجل. سؤال الام سي كيو اللي متعودين يجيبه لكم باستمرار كده رانس ان بوث كاروتيد اند دايجستريك تراينجلز وعملت لكم كذا حاجه كده هتلاقي فيهم هايدروسال نير هايدروسال نير رانس ان بوث كاروتيد اند دايجستريك تراينجلز موجود في الاثنين تمام؟ فالاول هتقول دخل الكاروتيد تراينجل اختفى تحت الانترميديت اندو دايجستريك كمل طريقه في الدايجستريك تراينجل. في الدايجستريك تراينجل هيمشي بين عضلتين، مين هما؟ اللي فرق الارض ورا دي هايدروسل واللي قدام دي مايلو هايويد. هو هيمشي سوبرفيشال ولا دي هايدروسل؟ سوبرفيشال تو هايو جروسس ماسل. شيل الصوره دي بقى ها شايفين؟ هو ده كروسنج كام ارتري طبعا عدى على الانترنال كاروتيد ارتري واحنا شايلينه ها اكسترنال كاروتيد ارتري لوب اوف لينجوال ارتري ويعدي سوبرفيشال تو هاي بلوسس ماسل. لو في صوره ثالثه شوف هنا بقى ها سوبرفيشال تو هاي بلوسس هيكمل على جينيو بلوسس ماسل ويبريك لترمينال برانشز تو انتر ذا تانل وخلص الكورس على كده. بس في كلمة لازم تتقال just below the scalp تحت الجمجمة مباشرة it is joined by communicating branch from C1
C2C3, C1 communicates with hydrocell lip. تكتبها في أول الكلام، تكتبها في آخر الكلام، لا بتعرف، بس لازم تكتب. بقى نقول في الفيجاس just the use a scar. It is joined by cranial root of accessory nerve. Just the use a scar. Hydrocell nerve is joined by communicating the branch from C1. كده خلص الهايبوكروسال نيرف. يبقى هو بيور موتور نيرف طالع من الهايبوكروسال نيرف ايدي يضل او من جاته ليه التسكاسر وهيبوكروسال كانال او انتيريو كونفايلا فورامي تحت الجمجمه هيبسند بتويل انترنال كاروتيد ارتري وانترنال جاكولاتري ليد تو ستايلويد بروسس اند ماسلز اتاتش تو ات ستايلويد ابريتس. يدخل كاروتيد تراينجل ويكمل في دايجاستريك تراينجل ماشي في تو تراينجلز كاروتيد ودايجاستريك. بالمناسبه مين الارتري اللي ماشي في تو تراينجلز دول؟ فيشيال ارتري. يبدا طريقه في الكاروتيد تراينجل ويكمل طريقه في الدايجاستريك تراينجل عشان يدخل الفيش. فالنيرف ان ذا تو ان ذا تو تراينجلز هيدروسال نيرف الارتري ان ذا تو تراينجلز فيشيال ارتري. تمام كده؟ زي كده؟ برانشز اوف هيدروسال نيرف. الحاجة الثاني محدش ينسى يكتب انه تحت الجمجمه يجي له كوميونيكيتنج برانش من اول عصب في المتاع الشوكي. كوميونيكيتنج برانش من سي 1 دي جمله مهمه دي تنقص وما تنساهاش. لان اربع فروع من الهايبوكلوسال نيرف نص فروع الهايبوكلوسال نيرف هتطلع من سي 1. هو بيطلع ثمان فروع زي ما تشوفوا هيطلع اربعه منهم من سي 1. برانشز اوف هايبوكلوسال نيرف فور برانشز فروم هايبوكلوسال نيرف اتسيلف فور برانش from C1 that joins hypoglossal nerve. مين اللي طلع لي طعم hypoglossal nerve نفسه؟ hypoglossal nerve نفسه عصب اللسان. muscles of the tongue. بكره هتعرفوا ان شاء الله ان muscles of the tongue extrinsic و intrinsic. intrinsic ما لهمش attachment outside the tongue. extrinsic coming from outside the tongue. هو بيسبلاي all intrinsic muscles of the tongue. with three extrinsic muscles of the tongue اللي هم مين ان شاء الله؟ جينيوغلوس ستايلوغلوسس هايوغلوسس. الوحيده اللي مش سبلايد منه ده اونلي مصر نوت سبلايد فروم ات بلاتوغلوسس. لا ليه؟ في الحقيقه في الحقيقه بلاتوغلوسس عضله بلت مش عضله قان انما ماسكه في القان شغاله زي الفلت فارينجيال بلكس. Palatoglossus is actually a muscle of soft palate, انما attached to the tongue. Supplied like the rest of the muscles of the soft palate, pharyngeal plexus. خلاص يبقى هنقولوا ايه الاربعه اللي اشتغلوا منه؟ intrinsic muscles of the tongue. وثلاثه extrinsic ما فيهمش palatoglossus. يعني stylogrossus صح؟ hypoglossus صح؟ genioglossus صح. امال ايه بقى الاربعه؟ ايه اللي من C1؟ بصوا هنا يا شباب. شايفين الحته اللي دخلت من C1 دي؟ ادي C1 C2 C3 في فرع هيرجع الجمجمه مره ثانيه منه اهو شايف؟ مينينجيال برانش. احنا قلنا في بدايه اوسوفارينجيال مينينجيال وفي بدايه فيجاس مينينجيال في بدايه هايبوكلوسال مينينجيال ومنزله مانديبولا كلهم مينينجيال. دول الخمس اعصاب اللي بيبداوا بمينينجيال في اللي درسوهم يعني في الاوسال من كمان بيطلع مينينجيال بس من تمام. يبقى الفيرست برانش اوف هايبوكلوسال نيرف فروم C1 مينينجيال برانش. مينينجيال برانش تو ديوراميتر اوف بوستيريور كرينيال فوس. طب ايه الفرع الثاني؟ بص هنا بقى هينزل فرع منه. يا اول فرع نازل من C2 وسي 3 هقول لكم صوره ثانيه. يعملوا سلسله اسمها انسا سيرفايكات. اللي نازل من C1 اسمه ديسندنس هايبوكلوسال. اللي نازل من الهايبوكلوسال نيرف ديسندنس هايبوكلوساي ابر روت سوبيريور روت اوف انسا سيرفايكاليس. سوبيريور روت اوف انسا سيرفايكاليس بتصبلاي ايه؟ حول هذا. طب ادي تاني C1 الثالث والرابع لمين؟ حتى فاكر العضله اسمها ايه؟ من اللور جينيو تيوبركل للبابي هايويد بوم جينيو هايويد نيرف تو جينيو هايويد. وهنا كانت ثايرويد كارتريج بعد الهايبر ثايرويد نيرف تو ثايرويد. يبقى ايه الفور برانشز اللي طالعين من C1؟ مينينجيال برانش ديورا فوسيل كرينيا فوسا
سوبيريور روت انسستر فايكارس او ديسندنس هايبوكوسايت اللي هيشارك في الانسستر فايكارس، ونربته جينيو هايوي ونربته تايرو هايوي. هايبوكوسال نيرف انجل، انا لو قطعته هايبوكوسال نيرف يبقى اقرب موتور بقى لور موتور نيورون. لو قطعته هايبوكوسال نيرف يبقى لور موتور نيورون ليجن. صح؟ انا ماليش دعوه بالبرين. انا لو هشتغل على هايبوكوسال نيرف نيوكلس او هايبوكوسال نيرف اتسلف يبقى اسمها لور موتور نيورون. انما لو هشتغل على الكورتيكال سيلز اللي في السيريبرال كورتكس اللي بيحكموه يبقى اقرب موتور نيورون. قطعه لور موتور نيورون. يعمل ايه في نص اللسان اللي تبعه؟ يعني لو انا اعمل انجري في الرايت هيبوكوسال نيرف يجرى ايه في الرايت هارد تان؟ انكماش، ضمور، هيمي اتروفي. يعني ايه اتروفي؟ تروفيا نمو، اتروفي مفيش نمو، هايبر تروفي زياده في النمو. هيمي اتروفي نص اللسان ضامر، هيمي اتروفي في الافكت سايد اوف ذا تان. ولو قلت العيان طلع لسان، مين العضله اللي بتطلع لسان بره؟ جينيو جلوس شغاله منه. باراليسيس اوف رايت جينيو جلوس يخلي اللسان يديبيت تو ويتش سايد؟ لما اقول العيال طلع بقك طلع لسانك من بقك اللسان يديبيت لانهي سايد؟ افكتد ولا ان افكتد سايد؟ افكتد سايد. يعني كان المفروض الرايت جينيو جلوس تودي اللسان تو ذا ليفت، الليفت جينيو جلوس تودي اللسان تو ذا رايت. هو عنده شلل يمين يبقى الشمال اللي شغال، فلما يجي يطلع لسانه هيشاور على العصب اللي مش شغال. يعني تانج ديفييت تو افكتد سايد لان الناحيه الان افكتد شغاله. واحنا قلنا في اللسان النص اليمين يودي شمال والنص الشمال يودي يمين. جينيو بلوسس ديفييت تو ذا اوبوزيت سايد. فلو رايت جينيو بلوسس از بارالايزد يبقى التانج هيديفييت باي ذا ليفت جينيو بلوسس تو ذا رايت. اللي هتبقى شغاله هي الشمال، لو انت قاطع العصب اليمين هتبقى اللي شغاله الشمال، جينيو بلوسس الشمال بتودي يمين. تيب اوف ذا تان ديفييت تو ذا افكتد سايد. تمام يا ولاد؟ كده يبقى اللاست فور كرينيال نيرفز نفسهم انت. طبعا في كلمه صغيره على العالم انا جايب لكم الصوره دي عشان تشوفوا بس، سي 1 بيجوين هايبوكوسال نيرف، وبعد كده يبقى ديستريبيوتد في نيرف 2 سايد وهايوي ونيرف 2 جينيو هايوي. دي جينيو هايوي ودي تايرو هايوي. جينيو هايوي وتايرو هايوي الاثنين شغالين في هايبوكوسال نيرف بس مش مباشر سي 1. الصوره بقى اللي هيبقى فيها الانسا سيرفايكالس، دي ممكن تيجي سؤال واحده انسا سيرفايكالس. ايه تعريف الانسا سيرفايكالس؟ نيرفس لوب. يعني ايه لوب؟ سلسله تتكون من تو روت، ابر روت او سوبيريور روت ولور روت. فين مكانها؟ فين مكان الانسا سيرفايكالس؟ موجوده في الكاروتيد تراينجل، امبيدد مدروسه في الانتيريور وول اوف كاروتيد شيف. امبيدد مدروسه في الانتيريور وول اوف كاروتيد شيف. تعالوا بقى قولوا لي السوبيريور روت مين عنده والانتيريور روت مين عنده؟ سوبيريور روت ديسندنس هايبوكوساي سي 1. سي 1 ذا جوينت هايبوكوسال نيرف وينزل منه فيما يسمى ديسندنس هايبوكوسال. ده يبقى نازل على الارترس ولا على الفينس؟ يعني انا حطيت الارترس والفينس في الصوره يبقى ديسندنس هايبوكوسال يطلع الارترس ولا الفينس؟ ده نازل على التو ارترس الانترنال كاروتيد ارتري والكومون كاروتيد ارتري. انما ديسندنس سيرفايكالس اللي جاي من سي 2 وسي 3 ينزل على الانترنال جاجولار فين. احنا يمكن قلناهم ريليشنز في الانترنال جاجولار فين والانترنال كاروتيد ارتري. لما تيجي تشرح لي الانترنال كاروتيد ارتري قول لي نازل قدامه ديسندنس هايبوكوسال، ولما تيجي تشرح الانترنال جاجولار فين قول لي نازل قدامه ديسندنس سيرفايكالس بتاع سي 2 وسي 3. هي سهله ما فيهاش مشاكل. ايه النيرفس اللي سبلاي باي انسسر المسلس اللي سبلاي باي انسسر باي كاس؟ كل الانفرا هيوي مسلس اكسبت ايرو هيوي لانه بيجي لها برانش مباشر من سي 1 بعيد عن الانسر سيرفاي كاس. انما هي بتسبلاي ايه؟ شايفين؟ هي فين الانسر سيرفاي كاس هنا؟ ديسندنس هايبوكوساي على الانترنال كاروتيد ارتري والكومون كاروتيد ارتري. ديسندنس سيرفايكالس على الانترنال جاجوار في. هي دي الانسا سيرفايكالس حرف السي ده انسا سيرفايكالس. اللوب اتسلف يعني حرف السي نفسه ده
بيغذي كل الانفرا هايوك ماسل ما عدا سوبيريور ميلي اوف كومو هايوك، بتشتغل بفرع مستقل من السوبيريور روت مش من الانسه نفسها. الانسه حرف السي بس اللي تحت، انما ليها ضلع فوق وضلع الضلع قدام وضلع ورا، سوبيريور روت وانفيريور روت. اللوب نفسه بيشغل كل الانفرا هايوك ماسل ما عدا سوبيريور ميلي اوف كومو هايوك، لها فرع مستقل من السوبيريور روت. تمام؟ أنا قلت للشباب قبل كده ليه سايرو هايوك تاخد فرع مستقل ما تاخدش من الأنسة؟ علشان سايرو هايوك كونتراديكتوري لبقية العضلات شغالة عكسهم. كل الإنفرا هايوك التانيين بينزلوا الهايوك دون بعد الإصبات، سايرو هايوك بترفع الهايوك دون أثناء الإصبات، فما ينفعش عضلتين شغالين عكس بعض يشغلوا نفس العصب. دول هيشتغلوا لوحدهم وهي هتشتغل لوحدها. طبعا هيبقى الدرس الأخير طبعا هنا الشباب شايفين ادي انسس الفيتاليس تاني، السوبيريور روت على الانترنال كاروتيد والكومن كاروتيد، الانفيريور روت على الانترنال جاجوار بين. شايف؟ سوبيريور بيري اوف كومو هايوي جاي له فرع مستقل من السوبيريور روت، انما الباقيين شغالين من الانسه نفسها. مين الباقيين دول صحيح؟ ستيرنو هايوي وستيرنو ثايروي وانفيريور بيري اوف كومو هايوي، انما السوبيريور بيري شغال لوحده من الابر. اخر حاجه معاكم النهارده يا شباب هي سيرفايكال بارت اوف سيمباثيتك اتشن. قاعه سيمباثيتك اتشن طويله قوي، اولها قاعه الجمجمه واخرها العصعص الكوكسيكس، مقسمه الى كام جزء؟ سيرفايكال ثوراسيك لمبر بلفيك. احنا اللي معانا دلوقتي اللي معانا دلوقتي الجزء اللي في الرقبه سيرفايكال بارت اوف سيمباثيتك اتشن. بصوا بقى يا ولاد وهسالكم سؤال، فكروني اول ما تخلص اسالكم، هيسالوكم في الشفوي تكملتها ايه فوق؟ انتوا اتسالت وتاني اليكس لسه في البنكس ان شاء الله هتعرفوا ان نهايتها تحت، ان الدوس الباسيليك تشيك يلزقوا في بعض قدام العصبص ويبقى اسمها على بعض كده جانجليون امبار، العقده المشتركه. يعني من تحت الدوس الباسيليك تشيك يلزقوا في بعض عند العصبص بيمسكوا في عقده واحده مشتركه، انما من فوق هتشوفوا نهايتها ايه باينه في الصوره بس يعني كلامها. ايه هو النيرف ترانك اللي اسمه سيمباثيتك ترانك؟ جانجليونيتد نيرف ترانك. يعني ايه جانجليونيتد؟ يعني في انتفاخات كل شويه، في جانجليات طول ما هو ماشي. جانجليونيتد نيرف ترانك، مكانه فين؟ كاروتيد تراينجل اوتانيك امبيدد في البوستيريور وول اوف كاروتيد. يعني الانسا سيرفايكالس والسيمباثيتك تشين سلسلتين في الكاروتيد تراينجل اوتانيك، بس واحدة في وش الكاروتيد شيس واحدة في ظهر الكاروتيد شيس. اللي في ظهر الكاروتيد شيس هي سيمباثيتك تشين. ماشية ورا الشرايين ولا ورا الأوردة؟ من الصورة. ماشية ورا الأوردة ولا الشرايين؟ ماشية ورا الشرايين، ماشية ورا الانترنال كاروتيد والكومون كاروتيد أرض. تمام؟ خلاص دي مقدمة، عايز تقولها ما تقولها، مش عايز تقولها ما تقولهاش، مش فارقة معانا بتاعتك. احنا اللي هنجيبهم لكم الجانجليا الثلاثة اللي فيها. السوبيريور جانجليون والميدل جانجليون والانفيريور جانجليون. طبعا قبل ما اشرح بقى مين اكبر عقده فيها؟ السوبيريور جانجليون، واصغر عقده فيها؟ الميدل جانجليون. اعرفوا الحقيقه دي، ان اللارجست جانجليون سوبيريور سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون، سمولست جانجليون ميدل سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون. احنا زي ما الجدول دي بقى مكتوب في كتاب حلو خالص. الجدول مقسمها لك بوزيشن برانشز، العقده مكانها فين ومقاسها قد ايه بالمره، وبعد كده ايه الفروع بتاعتها؟ نخلص من اهم واحده فيه سوبيريور سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون. فين مكانها؟ طولها قد ايه؟ طولها 2 ل 3 سم، كبيره جدا يعني 30 مللي. كبيره قوي يعني الرقبه دي كلها كده على بعضها تقريبا 10 سم، يعني من اول الانجل اوف ماندبل لحد ما تيجي الكلافيكال المسافه دي من 10 ل 12 سم. هي لوحدها 2 ل 3 سم من الرقبه. 2 to 3 سنتيمتر لونج. افتكر الرقم ده عشان تعرف البروزات اللي موجوده من الفقرات وراها ارقام كام؟ طبعا العين جنبها يبقى ترانسفيرس بروسيس ولا سباينس بروسيس؟ ده وده ترانسفيرس بروسيس. هي طولها 2 3 سم ومكانها على ثاني وثالث سيرفايكال ترانسفيرس بروسيس. ثاني وثالث سيرفايكال ترانسفيرس بروسيس، ده اطلس يا شباب. ده ترانسفيرس بروسيس اطلس، هي ما بتوصلوش. الترانسفيرس بروسيس بتاع الاكسس والسيرف هي من اول ده لده. مغطيه الاثنين، مغطيه السكند والسيرف سيرفايكال ترانسفيرس بروسيسس. طب ده مكانها ومين الشرايين اللي موجوده؟
الكيان اللي قدامنا على طول؟ يعني لو قلت ده كده هيبقى مين اللي قدامها؟ انترنال كلاود في الارض. يعني لو هقول لك ايه الريليشنز بين السيرفايكلز مثل الجنجل بتقول لي مين وراها ومين قدامها؟ وراها الترانسفيرس بروسيس بتوع تاني وتالت سيرفايكل بالكده قدامها الانترنال كاروتيد ارتري انسايد ذا كاروتيد شيز. يعني قصدي ان اللي قدامها الكاروتيد شيز وجوه منه الانترنال كاروتيد ارتري. حتى فاكر العضلات دول اسمه ايه؟ بري فيرتيبرال ماسلز ومغطيين بقماشه بيضاء اسمها بري فيرتيبرال فاشيا. ادي بوستيريور ريليشن للثلاثه. يعني السوبيريور جنبي والميدل والانفيريور وراها من البري فيرتيبرال ماسلز والبري فيرتيبرال فاشيا. لحد كده سهله؟ تعالوا بقى ندخل في الثانيه، انا هقول الاماكن الاول بعد كده نشوف البرانشات بتاعتهم كلهم ايه. الثانيه سمولست سيرفايكال سيمباثيتيك جنبي، اصغر سيرفايكال سيمباثيتيك جنبي. مكانها فين؟ كان شايفين يا شباب؟ الفقره رقم كام الفقره؟ اخر اثنين في الرقبه. 6 و7 هي على الترانسفيرس بروس بتاع 6 واللي بعدها على الترانسفيرس بروس بتاع 7. يبقى اماكن الثلاثه موجوده فين؟ الاولى ثالث ترانسفيرس بروسيس، الثانيه سادس ترانسفيرس بروسيس، الثالثه اخر ترانسفيرس بروسيس، سابع سيرفايكال ترانسفيرس بروسيس. ايه علاقه الثانيه والثالثه بالشرايين؟ في شريان انا قطعته من الصوره الحته دي بالظبط كده، كان هيطلع كده ويلف كده ويروح للثايرويد جلاند. انفيريور ثايرويد ارتري. الثانيه هتبقى قدام الانفيريور ثايرويد ارتري، علاقتهم بالشرايين مهمه. طب الثالثه هتقولي مكانها فين؟ على الترانسفيرس بروسس الاخير بتاع سي 7 في شريان عدى وراها عشان يدخل في الترانسفيرس بروسس رقم 6. فيرتيبرال ارتري. يبقى ايه علاقة الثلاثة بالشرايين؟ ايه علاقة الثلاثة بالشرايين؟ الثلاثة ورا الانترنال كاروتيد ارتري جوه الكاروتيد شيز، الثلاث عقد ورا الانترنال كاروتيد ارتري وهو جوه الكاروتيد شيز. انما ايه علاقة الثانية والثالثة بالشرايين الإضافية؟ الثانية قدام الانفيريور ثايرويد ارتري والثالثة ورا الفيرتيبرال ارتري، ورا الفيرتيبرال ارتري. تمام؟ هو طبعا ليه لازم تكون ورا الفيرتيبرال ارتري؟ لا عشان الفيرتيبرال ارتري جاي من قدام وراجع لورا، هتكون هي ساعتها ورا. الفيرتيبرال ارتري بيبدا انتيريور ويميل لورا عشان يدخل فورا من ترانسفيرسيريان 6. هي في اللحظه دي هتكون في مستوى بالنسبه للشريان وراها. تمام؟ هي الشريان وراها. فيها مشكله؟ يبقى ايه الاماكن بتاعت الثلاثه بالنسبه للترانسفيرس بروسيسس؟ الاولى اللي طولها 2 ل 3 سنتي على الترانسفيرس بروس رقم 2 ل 3. الثالثه والثانية والثالثة على آخر ترانسفيرس بروسيس في الرقبة 6 و7، ترانسفيرس بروسيس سي 6، ترانسفيرس بروسيس سي 0، كلهم ورا الانترنال كاروتيد ارتري وهو في الكاروتيد شيز، إنما الثانية قدام شريان والثالثة ورا شريان. الثانية قدام الانفيريور ثايرويد ارتري اللي هيروح للثايرويد جلاند، والثالثة ورا الفيرتيبرال ارتري. تعالوا بقى للبرانشز. شايفين الكبيرة اللي فوق؟ السوبيريور. بيطلع منها الاول 4 كوميونيكيتنج برانشز. ده رايحين لفين الاربعه كوميونيكيتنج برانشز؟ سي 1 2 3 4 ابر 4 سيرفايكال نيرفز. كوميونيكيتنج برانشز للابر 4 سيرفايكال نيرف. كوميونيكيتنج برانشز للور 4 كرينيال نيرفز اللي خلصوا. يعني بلوسو فارينجيا وفيجاس واكسسور وهيبلوسال جواهم سيمباثيك فايبرز. جايه منين؟ جايه من السوبيريور سيرفايكال سيمباثيتيك جانجل. يبقى ايه عنوان الكوميونيكيتنج برانشز؟ السوبيريور سيرفايكال سيمباثيتيك جانجل بتكوميونيكيت مع 8 اعصاب، 4 سيرفايكال و4 كرينيال، اخر 4 كرينيال واول 4 سيرفايكال. اقول لك حاجه ظريفه دلوقتي، طب الميدل بتكوميونيكيت مع مين؟ لو مشيت مع الميدل هتلاقيها مع رقم 5 و6 سباينال نيرفز، ولو مشيت مع الاخيره اللي بعدها 7 و8. يعني على فكره الثلاث عقد بيكونجيت مع الثمان اعصاب بتوع الرقبه. عارفين بقى بيقولوا في التطور انه السوبيريور سيرفايكال سيمباثيتيك جانجل دي في الاصل 4 عقد بس لازقوا في بعض. يعني مش احنا لما بنروح السوركس بنلاقي السيمباثيتيك تشين فيها 12 عقده بعدد الفقرات والاعصاب، هما في الرقبه كانوا 8 عقد. بس اول 4 عقد لحموا بقوا واحده، والعقدتين اللي بعدهم التحموا في واحده، والعقدتين اللي بعدهم التحموا في واحده. يعني هما في الاصل 8 عقد بس لزقوا في بعض، 4 لزقوا بقوا سوبيريور جانجل عشان كده بتكونجيت مع كام عصب؟ الاول 4 سيرفايكال. الثانية كانت فيها عقدة عند رقم كام ورقم كام؟ 5 و6. والثالثة
كانت العودل عند 7 و 8 عشان كده بتكومينيكيت مع الاعصاب بنفس الارقام. يبقى ايه الكومينيكيتنج برانشز؟ الاولى بتكومينيكيت مع الماست فول كرينيال نيرفز والابر فورس الفايتال نيرفز، والثانيه مع خامس وسادس الفايتال نيرفز، والثالثه مع سابع وثامن سيرفايكال. كده انت خلصت من خانه كوميونيكيتنج برانشز. يعني لما نسال الشباب بقى في شبهه السمباثيتك فايبرز اللي ماشيه جوه الجلوس وفارينجال نيرف بتجيله منين؟ من الزوجين السيرفايكال سمباثيتك. يعني السمباثيتك فايبرز اللي ماشيه جوه الفيجاس نيرف بتجيله منين؟ من الزوجين السيرفايكال سمباثيتك. السمباثيتك اللي في الهايبوبلوسال نيرف الزوجين السيرفايكال سمباثيتك. تمام؟ ولما اسالك السمباثيتك اللي ماشي في العصب رقم 7 في الرقبه جايله منين؟ رقم 7 انفيريور سيرفايكال سمباثيتك. واضح؟ طب دول الكوميونيكيتنج فاسكولار برانشز. السوبيريور هتبعت شبكه على مين وشبكه على مين؟ شبكه حوالين الانترنال دوت الارض وشبكه حوالين الاكسترنال كاروتيك ارتري. الشبكه اللي ماشيه على الانترنال كاروتيك ارتري دي طلعت عصب سمباثيك مهم في المحاضرات اللي فاتت. ماشي ماشي ديب بتروزل. الديب بتروزل نيرف من السمباثيك بلكسس اللي قلوي الانترنال كاروتيك ارتري يبقى اصله كان فين في البدايه؟ سوبيريور سيرفايكال سمباثيك. جنبي. تمام؟ العقده الاولى تعمل شبكه على الانترنال كاروت الارض، والشبكه اللي على الانترنال كاروت الارض لما جوه بيترسبول بيطلع منها دي بتروزل نيرف. الديب بتروزل اصله سوبيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليون بتاعت الرقبه. بعد كده سهله. جه بقى اللي بيبقوا قالوا عمره دلوقتي ولا في كبير شويه. طيب الفاسكولار بتاع الميد الجنجل يتلف على انهي شريان؟ مين الشريان اللي بيعدي على الميد الجنجل وهو رايح للثيرويد بلاند؟ الشبكه اللي عليه من الميدل جنجل. طيب لو اللي تحت دي هتعمل شبكه على شريان يبقى مين الشريان؟ فيرتبرال ارتري اللي هي بتبقى مستخبيه وراها. تمام؟ ذاك سبليبيان ارتري. يبقى لما تقول لي فاسكولار برانشز تقول لي السوبيريور بتعمل شبكه على مين؟ على الانترنال والاكسترنال كاروتيد ارتري. والميدل شبكه على الانفيريور ثيرويد ارتري اللي معاها. والانفيريور شبكه على الفيرتبرال ارتري اللي معاها والشريان اللي مطلعها سبليبيان ارتري. كده بتخلص من كوميونيكيتنج وفاسكولار برانشز. تعالوا بقى فيسترال برانشز. في فيسترا في الرقبه، في احشاء في الرقبه، في حته من الجهاز الهضمي في الرقبه. فارنكس اوسوفيجاس تراكيا دول محسوبين فيسترا. الفارنكس والاوسوفيجاس تبع الجهاز الهضمي والتراكيا فيسكاس في السوركس. يعني احشاء السوركس واحشاء الهضمي ليهم جزء في الرقبه. حلو قوي. تعالوا بقى نشوف من الاولاني سوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجل. ايه اللي ممكن يطلع منها بسرا؟ دي اقرب للفارنكس ولا للاوسوفيجاس؟ البلعوم اللي فوقها مش الاوسوفيجاس، الاوسوفيجاس هيبقى بعد اللي تحتها. دي هتعمل شبكه تنام بقى هتبعت فارنجيال برانش للفارنجيال بليكسس اللي عاملين الكونستريكتور اوف فارنكس. يبقى دي مشاركه في الفارنجيال بليكسس. خلاص بقينا من دي ده البسرا الوحيد لها. الميدل هتبعت بسرا للي بعد الفارنكس اوسوفيجاس وتراكي. اوسوفيجاس وتراكيا. تمام؟ الاخيره لها كوميونيكيتنج برانش جاي من واحده اهو. دي تاني انسب تدرسوه. تاني سلسله تدرسوها. الانسب من حوامك في الاسبورت والسبكريبيان ارض. انسى سبكريبيان. دي معموله بفرع طالع منين وراح لفين؟ طالع من الميدل جانجل ورايح للانفيريور جانجل او من الانفيريور جانجل للميدل جانجل. هو سكه الكهرباء فيها من الانفيريور للميدل عشان كده بنحسبها فرع من الانفيريور. بيحسبوا الانسا سبكريبيان فرع من الانفيريور الى الميدل جنب. لا لا خالص دي سكه ودي سكه ثانيه خالص. الاتجاهات مختلفه في الحته دي. الاتجاه جاي من دي لدي. في اتجاهات ثانيه ماشيه في اتجاهات مختلفه يعني الترابط كلها في اتجاه واحد. يعني الاكشن بوتنشال ما بيجيش كله في اتجاه واحد بس البازلك تشيل. وفي حتت تطلع من السوركس وتكمل في الرقبه بس الحته دي مش عارف. تمام؟ يبقى انت خلصتولي من كام حاجه؟ كوميونيكيتنج برانشز وفاسكولار برانشز وفيسترال برانشز. فاضل بقى ايه؟ بما انك سمباثيتك يعني اوتونوميك يبقى مين اهم عضو محتاج؟ الهارت. السوبيريور بتدي سوبيريور كاردياك برانش والميدل بتدي ميدل كاردياك برانش والانفيريور بتدي انفيريور كاردياك برانش كلهم بيشاركوا في السوبرفيشال والديب كاردياك بليكسس بتوع الهارت. يبقى ايه الاربع فروعات اللي بتتقال كل واحده؟ كوميونيكيتنج فاسكولار فيسرال كاردياك. كل واحده ليها كاردياك سوبيريور كاردياك ميدل كاردياك انفيريور
الانتيريور كاردياك كلهم داخلين في 17 والدي كاردياك ريفلكس. السؤال اللي هساله للشباب هتسيبوه شفوي، طب هي لما تخلص من فوق ايه نهايتها؟ يعني العقده في الهواء بعد كده ملهاش اتصال بالجمجمه خالص؟ زي ما بيكو قال لي بقى، شايفين الفرع الرفيع اللي طالع منها ماشي مع الانسان اللي طالع الارض كده؟ الفرع ده هيدخل التمبانيك كافيتي، هيقولوا عليه ايه؟ كاروتيكو سيمبانيك نيرفز اللي انتوا شايفينهم دول، دول نهايه السيمباتيك تشين من فوق، كاروتيكو تيمبانيك نيرفز، عصب طالع من السوبيريور جانجلوم وداخل الجمجمه مع الانترنال كاروتيك ارتري الى التمبانيك كافيتي، كاروتيكو تيمبانيك نيرفز، هو ده النهايه العليا للسيمباتيك تشين. يعني الجانجلوم مش مقطوعه من فوق، مش مقصوصه، مربوطه في الكاروتيك ارتري، مش هي هيوصل لحد التمبانيك كافيتي، بعصب لحد التمبانيك كافيتي، كاروتيكو تيمبانيك نيرف. ده هو ده الابر اند في الباسيفيك اتش. خلاص يا طبعا كده خلصت لاست فور كرينيال نيرف وخلصت معاهم الانسا سيرفايكالس ومعاهم السيمباثيك اتش. الموضوعات الصغيره مهمه يا شباب ما تسيبوهاش، يعني فارينجيال فليكسس دي مهمه قوي. انسا سيرفايكالس مهمه جدا. اقول بيه اسئله كتير مش يعني عشان محطوطين ورا الموضوعات مهمين. لا الفارينجيال فليكسس مهمه قوي قوي. والانسا مهمه جدا جدا جدا، والسيمباثيك تشين دي مهمه. السيمباثيك تشين دي كتير قوي في الامتحانات. خلاص؟ كده يبقى الاعصاب التانية بقى احنا بكره ان شاء الله اورال كافيتي الطنط كل ما فيه حتبقى طويله شويه بقى تعديه من اول المحاضره باذن الله. يلا شكرا.